وتفاصيل عمل كفتة الفراخ أنا شخصياً بحبها. بس هنا في مشكلة بتحصل معانا لما نيجي نعمل كفتة الفراخ، بعد ما بنسويها أو نشويها أو نحمرها بتلاقوا الفراخ من جوه نية كده، ما وصلناش لمرحلة التسوية الكاملة. خلينا نشوف إيه التفاصيل ما إحنا شغالين مع بعض. معانا دجاج مفروم صدور، هنشيل الجرنش ده كده، دجاج مفروم صدور هنحطه هنا كده في البولة بتاعتنا. أه يتفرم بالكبة أو يتفرم بالمفرمة زي ما أنت عايز. أه بالشكل، ويتفرم ناعم. أه حلو الكلام؟ حلو الكلام. معانا بقسماط، شوية بقسماط حلوين كده اه بإيديا كده اه زي ما انا عملت ايدي. اه حلو قوي، تمام كفاية قوي كده، وكمان شوية صغيرين كده زي الفل. تمام ده البقسماط. هنحط على البقسماط ده مع كفتة الفراخ شوية حليب. يا دلع بتبني الهرم الغذائي ده، هرم غذائي ببني. آه. ونحط كمان شوية دقيق صغيرين تقريبا معلقة. ايه فايدة الدقيق هنا يا شيف؟ هنشوف دلوقتي. معانا بصلاية مفرومة ناعمة، معانا فص توم مفروم ناعم بالشكل ده كده حلو قوي، معانا شوية فلفلة حلوة. الله الفلفلة الحلوة دي بتفتح النفس وشهية وجميلة جدا. معانا كمان يعني بس كده معانا بقدونس مفروم ناعم، سنة شبت صغيرة، كل ده في الخلطة. بهاراتك ملح وفلفل وزعتر، ملح وفلفل وزعتر، مش هنحط كمون ولا كزبرة خالص. ادي الملح وادي الزعتر وشوية الفلفل الأسود. حلو الكلام. وهنعجن العجينه ديت بواسطه بيضه، معانا بيضه هنا في المقادير اهي. شفت الخلطه ديت؟ فراخ مفرومه، حطيت بقسماط ودقيق. حد يسالني ليه حطيت دقيق وبقسماط؟ وسؤال وجيه جدا. البقسماط لما نحطه مع الكفته بس من غير الدقيق، البقسماط ده ايه هو اصلا؟ طالع من ايه؟ طالع من الخبز اللي هو العيش الفينو المتحمص وبعدين بيتفرم في الكبه زي اللي معايا ده كده. ولما نحطه مع انواع اللحمه او الفراخ لما يبوش بينفش كده، وفي نفس الوقت ينشف لي الكفته بتاعتي. الله عليك. انا حطيت معلقات الدقيق لان حاطط بيضه في المقادير، لان انا كده مش هحطها في اي خلطه تاني. فوجود البقسماط مع الدقيق بيعمل معادله توازن، ان حته الكفته بتاعتي تطلع هشه وشكلها اسفنجي من الداخل، تقوم تستوي من الداخل ومن الخارج في نفس التايم بتاعها اللي احنا هندخلها في النار. اهو حلو، ادي الخلطة كده فلة بس. وعندي طاسة بتسخن على النار، ونحط شوية زيت. والجواب على الجلاش، الجلاش لما نيجي نعمله بنجيب لفة جلاش من أي سوبر ماركت. حلو الكلام. ولحمة مفرومة وشوية سمنة بلدي زي اللي معايا دول. حلو، ونعصج اللحمة المفرومة كويس ببصلة وتومة مفرومة بشوية البهارات بتوعنا. وبعدين نجيب السمنة البلدي ونجيب صينية نتينها سمنة، ونحط 3-4 رقايق من الجلاش، وبعدين اللحمة المفرومة المتعصجة. ويا ريت نحط معلية دقيق على اللحمة المفرومة. ليه يا شيف مغازي؟ علشان اللحمة المفرومة ما تفرمش جوه الجلاش، وما تتفرمش وما قصدي ما تفكش. وكمان نحط شوية جبنة موزاريلا إذا أنت حب. بعدين نحط 4 رقائق من الجلاش وندخلها الفرن يا عم الشيف. وخد التركية بقى اللي تخليك تعملي صينيه جلاش، صينيه جلاش احسن من اي حد، انك تجيب بيضه مع شويه حليب مع شويه بقدونس تحطهم على الوش. هنا الطاسه بتاعتي جاهزه زي الفل. بجيب بوله صغيره واحط فيها شويه ميه. الخطوات اللي انا شغال بيها ديت مهمه جدا على فكره، لان انا لما اشتغل دلوقتي بايدي هتبقى كلها فراخ. فاعمل ايه؟ بحط شويه ميه كده في البوله الصغيره دي واشتغل. عايز ارص الكفته دي في الصينيه. حلوه. اه وانا شغال كده، الله اكبر. اللهم صل على النبي. تاني. ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ تاني. تليفونك رن وانت شغاله هتمسك التليفون بايدك. ليه؟ ايدك طالعه من الكفته زي الشعره من العجينه. موضوع لطيف وجميل. المطبخ ده اسهل منه مفيش، بس اهم حاجه تخش المزاج وحابه انك تخش في المطبخ. زي ما انا شغال كده. الله خليش 3 دقايق احلى فطار الصبح. ريحتها حلوه قوي على فكره، جميله قوي.
في الكنترول بيقولوا لي ليه ما حطيتهاش في البيض والبقسماط، مشيتهاش كده كالعاده تحطها في دقيق او في بيض وبعدين بقسماط. لا انا حابب اعملها مشويه كده زي ما انا شغال، تبقى لطيفه وجميله. نعم يا فندم، زي الفل تمام. في حاجه اعملها كده بسرعه، معلش اوسع كده، اوسع كده اخر واحده. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف، اللهم صل. شيل ده كده ونوسع لنفسنا، مش عايزين الحاجات دي. واحده واحده كده تمام. ايه اللي بعد كده يا عم الشيف عندك؟ عدي بعد كده بقى ان انا ايه، اشوف الانتاج بتاعي. معايا طعميه، معايا بطاطس مقليه، معايا بطاطس مهروسه، معايا خيار مخلل، شويه خضره حلوين متقطعين شرايح عشان السندوتشات الشاورما، ومعانا جبنه شرايح في المقادير، ومعانا طحينه. هنعمل سلطه الطحينه لطيفه علشان نحطها مع الشاورما زي احنا حابين. شاورما اللحمه تحب الطحينه، الله. وكمان لا 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 لا، شوف الحته اللي عاملها دي يا استاذ احمد عوض. بص بص على الحته اللي جايه دي، اوعى. العب العب يا شيف، العب يا شيف. هو ده هو ده، اهو اهو اتدلع يا شيف اهو، وطلعت في 3 دقايق اهو اهو. استاذ احمد عوض في الاستوديو بيقول لي يا اخي الكفته طلعت في ثانيه. الاساتذه المصري خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. من حلاوه الكفته وشكلها الحلو وصورتها الحلوه، انا واقف جنبها من ساعه ما طلعنا فاصل قاعد اتغازل فيها. حته حمراء، حته فاتحه، حته غامقه. اللون ده انا بحبه على فكره، بيفتح النفس. انما لما الكفته كلها تكون متحمره لون واحد، لا مش شعريه هي، خلي بالكم. فطبعا الصوره على الشاشه، عايز كده اخش جوه الشاشه وكل واحده واثنين وثلاثه. بس تعالوا نقدمها مع مكرونه سباكيتي والزبده او صلصه البيستو، مش هتقول لا. تعالوا نقدمها مع رز ابيض، مش هتقول لا. تعالوا نقدمها مع سندوتشات، مش هتقول لا. زي ما انت حابه. هنا بقى، هنا المدرسه اللي احنا عملناها، طريقه التقديم حسب الرغبه. بس خلينا نشيلها من النار. العب. يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل. كمان واحده، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. وكلها وش واحد. لا، هنا معلقه الدقيقه يا استاذ احمد مع معلقه البقسماط، يعني هي تركيه صغيره ويمكن ملهاش يعني ايه عوزه زي ما بيقولوا، بس عامله شغل. حته البرجر تحس ان هي كب كيك معايا. لان في بيض في المقادير، وجود البيض مع الدقيق بيلعب دور مهم جدا في الطريقه الاسفنجيه للكفته. تعالوا مع بعض ناخد الكفته بتاعتنا دي، وانا هعملها على ذوق الاستاذ احمد عوض. عايزها تاكلها كده زي ما هي من غير عيش، وبتعمل هيلث فود ولا سندوتشات؟ قول لي حابب تاكلها ايه، والله لا تقول لي عليه انا اعمله. الله عليك. طب نعمل واحده برجر اهو، معايا السندوتش اهو، طماطم شرايح اهو زي الفل. معانا خس متقطع شرايح، فين يا شيف؟ اهو فين اهو. لما كنتش لقيت الخس يا مشهد. المساعدين بتوعي دول الشطار، بيشتغلوا اكتر مني، انا باجي على الجاهز والله. بس لازم طبعا ان انا ايه اشكره. شفتوا الخس ده نضيف ازاي؟ اهم حاجه. حتى كده الخس حلو قوي. معانا خيار مخلي، خيار طازه، حط خيار طازه، واحط بقى قطعه البرجر دي كده او الكفته. الله عليك. خيار مخلل، انا عاشق للخيار المخلل مع البرجر، وخاصه لو كان فراخ. شغل جامد قوي. ايه تاني؟ في خدوا بقى الحته الصغيره دي مني بقى. شيء هنا في خيار مبشور، اللي هو الخيار بتاعنا العادي ده كده، بس لما يتبشر بيبقى سهل المضغ والهضم. نيجي بقى عندنا شويه كاتشب حلوين. ده سندوتش مثلا، مش بقول لك انك تعمليه كده. ده سوري، ده مايونيز، طلع لي مايونيز. امال فين الكاتشب يا شباب؟ حلو. طيب مفيش مشكله، نحط ده كده زي الفل. طيب نجيب طبق للتقديم. ده نوع من السندوتشات.
نعم اه حلو. في نوع تاني من السندوتشات واحنا شغالين مع بعض كده، احنا التايم معانا كده هنعمل سندوتشات للصبح لغايه لما الحلقه تخسر. اه ده سندوتش. طب جاي على بالي يا شيف وغاز عايز اكل سندوتش بالعيش السوري. اخواننا السوريين بيعملوها في العيش ده جنب بيسموه راب في المطاعم الكبيره. هتعملوا لنا ازاي؟ اهو معانا مين يا فندم؟ اه اه جالنا سؤال من على السوشيال ميديا دلوقتي، هل ممكن اعمل السندوتش ده؟ اه ممكن تعمليه من بالليل بس ما تحطيش يا ست الكل عليه اي صوصات، خلي الصوصات كده تنزل على السندوتش في الوقت نفسه، او تحطيها في علب خاصه بالصوصات دي بتتباع طبعا عند اخواننا بتوع الحاجات التكاوي، وتحطها له مع السندوتش. هو لما يحب ياكل يحط الصوص بتاعه اللي حبه عليه، سواء مايونيز سواء كاتشب سويت اند صور زي ما هو عايز يعني. اه اللومه دي بقطع الاطراف بتاعتها عشان الاطراف دي تخينه مش بحبها، بتلكمنا على الفاضي احنا مش هناكل عيش يعني. اه اللقمه دي كده زي الفل اهي، باخد لها واحده بقى. شو اخواننا السوريين يعملوا لك ايه بقى كده؟ سنيد، سنيد النجم. اه 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 شفت دي اهي تحط في الارضيه كده. اه وناخد الفراخ دي كده اهي كسرها كده. ايه الجمال ده يا شيف؟ اه 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 معايا بطاطس مقليه. اه حلو خير بخلي. اه الله. اه ايه كمان نحط؟ اه فلفله ملونه. بتحب الكفته؟ نحط. حلوه والاطفال يحبوا الالوان دي في قلب السندوتش. انت غيري بقى، هم اخواننا ما بيحطوش الماتيريال ده عشان غالي شويه، الكوست يبقى عالي بتاع السندوتش. انت بقى بتاكلي ولادك فالكوست عالي الكوست واطي مش هتفرق. ايه ايه تاني يا شيف؟ زي الفل. تعالوا نلفها مع بعض اهي اهي. نحط الصوصات عينيا. حاضر استاذي بيقول لي حط لي كاتشب حط لي مايونيز. اه كمان ارفع ايدك ارفع ايدك. نقفلها كده. اه السندوتش ده الواحد ياكله وينطلق. أوه. لا لسه ما خلصتش الحدوته هنا، لا لسه واحده واحده بس. التركايه بقى اللي احنا بنروح المطاعم عشان ناكلها، مع انك ممكن تعملها في البيت بثلاثة تعريف. جريلا من عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه اهي، تحط فيها كده وتحط فيها معلقه زيت صغيره، وهتاخد السندوتش ده كده زي ما هو كده وتحطه هنا. اه وياخد البصمه دي كده. اه اه طب انت ما تعمليش بايدك كده عشان ايه؟ الشيف مثلا هو ايه؟ نقلبه كده. اه خد التحميره وزي الفل. اه نجيب طبق التقديم نطلعه. سندوتش سريع وسهل خالص. أوه. الله. اه اه اتغزل فيها يا استاذ احمد. اه 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 ايه الجمال ده؟ اه 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 ارفع ارفع على فين على فين على فين اكلك منين يا بط؟ اه زي الفل. تعالوا ورق الزبده. اه لسه ما خلصتش. ده سندوتش حلو الكلام. اه نخليه هنا كده. ورؤيه فن ابداع، ومش معاكم في الحاجات اللي انتوا بتحبوها في كل المناسبات. سندوتشات هنلاقي، هنعمل حلقه عن المقبلات، حلقه عن التوابل، حلقه عن الصوصات، يوم الاحد هيكون اكل صحي، فكل حاجه بتحلموا بيها احنا مع حضراتكم في برنامجنا الشهير اكله امي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.